بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفعنا بما سمعنا، آمين، وجعل ذلك في موازين حسناتكم، آمين. سائل يقول: لم يرد في حديث تحديد مواقيت الحج ميقات من أتى من جهة الغرب، فمثلا إذا أتى من أراد الحج أو العمرة من غرب مدينة جدة بالطائرة أو السفينة، من أين يحرم؟ أفيدونا أثابكم الله. نعم، بل نقول إن هذا وارد، فإن أهل العراق لما أتوا إلى عمر رضي الله عنه ليحدد لهم المواقيت، لأن قرن المنازل بعيد عن طريقه، قال: انظروا إلى حذوها من طريقه. حذوها بمعنى محاذاتها. وعلى هذا فمن جاء من الغرب مكة نقول له: إن جئت من الشمال فإنك سوف تحاذي الجحفة، وإن جئت من الجنوب فسوف تحاذي يلملم. فإذا حاذيت الجحفة فأحرم، وإذا حاذيت يلملم فأحرم. أما إذا جئت رأسا غربا فإنك لن تحاذي لا رابغا لا الجحفة ولا يلملم، فأحرم من جدة، أحرم من جدة. فمثل السودان ومن كان على حذائهم إذا جاءوا رأسا إلى جدة دون أن يحاذوا يلملم أو الجحفة فإنهم يحرمون من جدة. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله، وهو واضح.